مشاهدي قنوات الكأس أينما كنتم حياكم الله وأهلا بكم إلى هذا الموعد المتجدد من برنامج تواصل، نوصلكم من خلاله إلى أبرز ما يتداول في منصات التواصل الاجتماعي في قطر وعبر العالم، ونرصد لكم أحدث التفاعلات. أهلا بكم وإلى العناوين. جولة العلم، مشاركات واسعة لرياضيين. تشافي هرنانديز يخطف الأنظار مجدداً في احتفالات اليوم الوطني. في بروفايل اليوم جولة في حساب أفضل لاعب في كرواتيا، العربي هلال سوداني. عدسات الكاميرات تكشف توتر العلاقة بين فلورنتينو بيريز والدون. وفي مثل هذا اليوم ماكينة التهديف هاري كين يوقع على أول أهدافه مع سبيرز. أهلا بكم، البداية باستفتاء البرنامج اليومي عبر صفحة رسمية لقنوات الكأس في تويتر. بعد تعدد إصاباته مؤخرا ورغم تألقه أحيانا، هل أنت مع مغادرة النجم جارث بيل عن ريال مدريد الشهر القادم؟ آراء 928 مصوتا جاءت بنسب متقاربة، حيث يرى 60% بأن ساعة مغادرة جارث بيل عن قلعة النادي الملكي قد حانت، فيما يرى البقية وهم 40% أن جارث بيل لا بد أن يواصل مع كتيبة ريال مدريد. متابعينا، وكما جرت العادة نبرز لكم أفضل تعليق على تصويت حلقة اليوم، ووقع اختيارنا على تغريدة أبو أمير الذي كتب: نعم، وأغلب جمهور الملكي يود أن يغادر، فاللاعب رغم أنه مميز وله دور بالفريق إلا أنه ذو إصابات كثيرة، وغيابه عن مباريات مهمة كانت سببا في معاناة الملكي في أكثر من مباراة، منها ما خسر فيها ومنها ما فاز بشق الأنفس. هاشتاغ جولة العلم لا يزال الأكثر تغريداً بالنسبة للحسابات الرياضية في قطر. مشاركة واسعة لرياضيين في مختلف شرائحهم في جولة العلم المتزامنة مع احتفالات اليوم الوطني. قابلتها نشاط كبير في تويتر بنشر الصور ومقاطع فيديو الخاصة بهم خلال الجولة. نجوم الرياضة القطرية حاضرون بقوة في احتفالات اليوم الوطني. الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية جاسم البوعينين من على حسابه في تويتر غرد قائلا: جولة العلم برا وبحرا وجوا لنشر رسالة الصداقة والسلام والتضامن، ويبقى الأدعم خفاقا بعز وفخر وولاء. أيضا رئيس الاتحاد القطري للسباحة خليل الجابر غرد على حسابه في تويتر قائلا: جولة العلم كان لنا الشرف اليوم في استقبال العلم القطري مع الزملاء حمد بن لحدان المهندي والأخ العزيز حسن الساعي عند مقر اللجنة الأولمبية، تحية لكل من شارك في الاحتفالية. ودائما مع رياضيين ومشاركتهم الفاعلة في جولة العلم، وهذه المرة صقرنا البطل معتز برشم غرد من على صفحته في تويتر وكتب: جانب من مشاركتي في فعالية جولة العلم التي تتوافق مع اليوم الوطني، اللهم احفظ قطر وأميرها وشعبها والمقيمين، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان. وأيضا من على حسابه في سناب شات نشر معتز برشم مقاطع فيديو له ولرفاقه في جولة العلم منذ انطلاق المسيرة وحتى النهاية. السلام عليكم.
اللباس التقليدي القطري لم يحسن مستوى تشافي في اللغة العربية، هذا ما كتبته صفحة اللجنة العليا للمشاريع والإرث في تويتر، والتي تتفاعل مع النجم الكبير ولاعب السد الحالي تشافي هرنانديز بمناسبة احتفالات اليوم الوطني في قطر. أسطورة برشلونة حاول ترديد شعار اليوم الوطني أبشر بالعز والخير عدة مرات، فكيف قالها تشافي؟ لنتابع. سلوم بلاش والخير بات بلاش بالعز سلوم والعش والخير بالعز بالعز اوكي ابشروا 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 والعش والخير بالعز بالعز بلاش بالعز ابشروا بلاش والخير بالعز اوكي ابشروا. إلى أخبار لاعبينا وعبر صفحة النادي في موقع فيسبوك، رحب نادي يوبان البلجيكي والمملوك لأكاديمية أسباير بلاعبي منتخبنا الوطني للشباب همام أحمد وعبد الرشيد إبراهيم اللذين سينضمان إلى فريق النادي تحت 21 عاما في يناير القادم. ويومياً مع خليج 23 وتحضيرات الكويت المستمرة للبطولة، صفحة الاتحاد الكويتي عبر منصة تويتر نشرت لقطات من المؤتمر الصحفي حول الاستعدادات الخاصة بخليج 23. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لنتواصل وإياكم، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد إلى برنامج تواصل. بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا عام 2011 منطلقاً من الدوري الجزائري لكرة القدم العربي هلال سوداني، نجم من نجوم المنتخب الجزائري، توج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي، ولديه على مواقع التواصل الاجتماعي متابعون بالألاف. نظرة على حساب الإنستغرام الشخصي لسوداني في فقرة بروفايل اليوم. خرج من مدينة شلفة الجزائرية نحو العالمية، العرب هلال سوداني محارب من محاربي الصحراء لمع اسمه في أوروبا وأصبح واحدا من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في انستغرام. على هذه الصفحة يتابعه أكثر من 279 ألفا، فيما يتابع 300 شخص وشخصا واحدا، ومن أبرزهم كافو، رياض محرز ومجيد بوغرة. هلال سوداني نشر على إنستغرام 403 صور، آخرها صورته خلال تتويجه الخميس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي ضمن صفوف نادي دينامو زاغريب. هذه الصورة نالت إعجاب 11911 متابعاً. الحساب الرسمي للاعب السابق لفيتوريا غيماريش البرتغالي لا يخلو من حياته الشخصية، إذ ينشر السوداني صوراً لأفراد أسرته وأصدقائه ويسترجع ذكريات زمنه الجميل في الجزائر. العلاقات الإنسانية بدورها حاضرة في الحياة الرقمية لابن أولمبي شلف، وعلاقاته مع نجوم كرواتيا كالوكا مودريتش تبرز أيضا من خلال الصور والتعليقات.
ونبقى مع السوداني في إحصاءات اليوم. سنسلط الضوء على عدد متابعي الصفحة الرسمية للاعب الجزائري هلال السوداني في منصة تويتر. النجم الجزائري خلال الأشهر الأخيرة تخطى عدد المتابعين لصفحته الرسمية حاجز 1,300,000 متابع. من حيث النمو والزيادة بعدد المتابعين في الأشهر الخمسة الأخيرة، بلغ عدد المتابعين في العاشر من أغسطس 1,236,040 متابعا، وفي الحادي والعشرين من سبتمبر اقترب عدد المتابعين للصفحة من حاجز 1,265,000 متابع. قبل أن يتجاوز هذا الرقم في 19 من أكتوبر 1,271,127 متابعا، وفي 30 من نوفمبر بلغ عدد المتابعين للصفحة 1,294,447 متابعا. وبإحصائية أمس الخميس تخطى عدد المتابعين للنجم الجزائري حاجز 1,300,000 متابع. العربي هلال السوداني حاز عددا كبيرا من المعجبين لصفحته عبر فيسبوك وفي دول عربية وأخرى أوروبية. فالجزائر تعد أكثر البلدان متابعة لصفحته ب 197,566 معجبا. تأتي فرنسا في المركز الثاني ب 14,912 معجبا. فكرواتيا أينما يحترف النجم الجزائري في المركز الثالث حيث تجاوز عدد المعجبين 9,000، في حين حلت البرتغال في المركز الرابع ب 3,598 معجبا، وجاءت تونس في المركز الخامس ب 2,680 معجب. عالمياً موقعة نهائي كأس العالم للأندية وإمكانية فوز ريال مدريد باللقب للمرة الثالثة في تاريخه عندما يواجه نادي غريميو البرازيلي في النهائي. حسابات المشجعين تناولت الموضوع بكثرة، وأيضاً الصفحات الرياضية في تويتر غردت بكثافة وهي تنتظر بشغف متابعة النهائي الذي سيقام يوم غد السبت. رونالدو غاضب من رئيس الريال ويهدد بالرحيل، هذا ما كشفه حساب برنامج فوغانيس على القناة السادسة الإسبانية عبر اليوتيوب بنشره فيديو مصافحة بين صاروخ ماديرا ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز. المصافحة بين الرجلين وصفت بغير البريئة والفاترة وغير الودية، والتي حدثت في مقر إقامة النادي الملكي في أبو ظبي. وذكرت تقارير إعلامية أن الدون طالب مساواة راتبه السنوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي. Saluda a todos. A Zidane, bien, sonrisas. Sergio Ramos, sí, le toca el hombro también. Se ríe con Lucas. Con Lucas Vázquez, con Kroos también. Pero atentos ahora. Cristiano al fondo. بعد موجة الانتقادات اللاذعة التي شنتها جماهير الميلان على حارس المرمى جيان لويجي دوناروما، رد الأخير بصورة وبرسالة قوية عبر الإنستغرام على كل المروجين والمطالبين برحيله قائلا: لم يسبق لي أن قلت أو كتبت أنني تعرضت لعنف غير أخلاقي عندما وقعت على العقد، ورغم كل الضغوط أتطلع إلى الأفضل وأمضي نحو المباراة المقبلة عاش الميلان. هذا الرد جاء بعد تداول خبر رغبة وكيل أعمال دوناروما في إلغاء العقد الجديد الذي وقعه الحارس مع الروسونيري.
الأهداف الأسطورية ليست فقط في عالم الساحرة المستديرة، ففي لعبة كرة السلة هناك لقطات لا يمكن أن تفوت أيضا. مزار سلة ريال مدريد اللاعب السلوفيني لوكا دونيتش سجل سلة رائعة في نهاية وقت الربع الثالث ومن مسافة بعيدة، سلة ستبقى خالدة في أذهان محبي النادي الملكي، خاصة وأنها جاءت ضد الغريم التقليدي برشلونة في كلاسيكو جرى ضمن إطار مباريات الدوري الأوروبي لكرة السلة. صفحة ريال مدريد باسكت في منصة فيسبوك نشرت فيديو لهذه السلة معلقة عليها ب واو لوكا دونيتش. إلى عالم السرعة، رسالة مرعبة من البطل هاملتون إلى منافسه ألونزو. موقع يورو سبورت العربية نقل تصريحات بطل العالم لسباقات الفورمولا 1 البريطاني سائق فريق مرسيدس لويس هاملتون الذي تمنى خلالها دخول زميله السابق في فريق ماكلارين النجم الإسباني فرناندو ألونزو في المنافسة على لقب الموسم القادم. العلاقة بين هاملتون وألونزو يبدو أنها تحسنت بشكل كبير بالوقت الحالي بعدما شابه التوتر الزائد خلال تواجدهما معا في فريق ماكلارين خلال موسم 2007. هاملتون قال: خط منافسة قوية وكبيرة مع ألونزو في وقت سابق من الموسم وكذلك قبيل نهاية الموسم، وأريد خوض المزيد والمزيد معه ضمن مستويات أعلى بكثير على أرض الحلبة. حقوق الحيوان والحفاظ على السلسلة الطبيعية هم يشغل بال الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو. بطل العالم السابق في الوزن الثقيل نشر على صفحته الخاصة في فيسبوك صورا من الحفلة التي نظمتها مؤسسته الخيرية لجمع التبرعات وذلك لمساعدة في محاربة الصيد الجائر للفيلة ووحيدات القرن في إفريقيا. كليتشكو وجه شكره لجميع المساهمين بعد وصول عدد التبرعات النقدية إلى 215,000 دولار. أيام فقط بعد تتويجه بجائزة أفضل رياضي في سويسرا، روجي فيدرر يتوج بجائزة جديدة. وصفحة بطولة ويمبلدون للتنس عبر تويتر كانت من بين أول المهنئين للمايسترو بعد تحقيقه رقما قياسيا جديدا بتتويجه للمرة الرابعة بجائزة الشخصية الرياضية الأجنبية لعام 2017 والتي تمنحها مجموعة بي بي سي الإعلامية. هداف بالفطرة ومرعب للحراس ونجم نجوم البريمير ليج. في مثل هذا اليوم وقبل 6 سنوات تحديدا سجل الإنجليزي هاري كين هدفه الأول بقميص فريق توتنهام. صفحة النادي في منصة فيسبوك استذكرت هذه اللحظة العظيمة بالنسبة للاعب وعشاق سبيرز وأرفقت فيديو للهدف مع بعض أوقاته السعيدة مع النادي اللندني. حرب النجوم المنتظرة في كلاسيكو إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، وغوارديولا يريد ضم بوتشينيو لقائمة ضحاياه. فنانو الكاريكاتير وبحسب قناعاتهم جسدوا هذه الأحداث ولكم الحكم. قبل الختام إليكم استفتاء حلقة يوم غد. بعد انطلاقة مانشستر سيتي القوية وتصدره للبريمير ليج بفارق كبير عن منافسيه في قمة الدوري الإنجليزي، هل أن توتنهام قادر على عرقلة مسيرة مانشستر سيتي؟ نعم أم لا؟
تستطيعون إبداء رأيكم والتصويت عبر الحساب الرسمي لقنوات الكأس في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما سيتم عرض أبرز تعليق على التصويت في حلقة يوم غد. وصلنا مشاهدينا إلى نقطة ختام نشرة تواصل، موعد جديد ومنصة جديدة تأتيكم غدا في مثل هذا الوقت. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير وفي أمان الله.